بلانت ووتر ريليشنز، والموضوع اللي راح نبلش فيه هو يمكن بدي اعرض فيديو قصير 3 دقائق عن الفيسيولوجيكال امبورتنس فور ووتر ان بلانتس، بتمنى انه يشتغل وتشاهدوه معي وبعدين بنكمل الموضوع. دكتور ما فتح الفيديو عندي. لحظة، في حدا ما شاهد اشي عن الفيديو؟ لا الشيرنج كله مش طالع عنا. لحظة شوي، معنا مشكلة بالشيرنج، بعد اذنكم بس خليني برجعه من الاول. انا هيك زبط دكتور، ظهرت السلايد. طلعت. اوكي، نبلش من هون مره ثانيه عن بلانت ووتر ريليشنز. زي ما قلت الجزء الاول هو فيه عن الفيسيولوجيكال امبورتنس اوف ووتر فور بلانتس، وهنا بس دقائق زي ما قلت 3 دقائق الفيديو اللي بيحكي فيها عن الفيسيولوجيكال سيجنيفيكانس. دكتور انا مو راضي يفتح معي. استنى بس ما فتح الفيديو دكتور. يمكن لانه باوربوينت، يعني لازم تعمل شيرنج للشاشه دكتور. لحظه شوي، بس ثانية خليني أعمل مكان آخر شيرينج أشوف من الديسكتوب. شايفين الشاشة ولا مو شايفينها هاي؟ دكتور واضح. دكتور شايفينها. أوكي، هلا إذا ما بين معكم الفيديو بنقفز عنه، مش عارف شو المشكلة، حاولت أضيفه عشان just to see how things going on، يعني على الأقل هو الفيديو هذا موجود أصلاً، اللينك تبعه بس ما حدا بيفتحه، موجود فيه في المادة النظري، موجود في المادة اللي موجودة على e-learning، يعني على الشكل لينك تحت المحاضرة راح برجيكم إياه، بس خليني هلأ مكانه، آسف، الموقع تبعه. مرة ثانية محاضرتنا عن plant water relations، والجزء الأول فيها عن الphysiological significance، بتمنى إنه يشتغل هذا الفيديو يشاهد زي ما حكيت 3 دقائق منه.
مش عمال بيظهر anyway، فمش عارف شو مشكلة الفيديو. بحاول زي ما حكيت أفرجيكم مكانه، هو المكان اللي موجود فيه هذا الفيديو هو الصحيح في وحدة البلانت ووتر في الفيديو ووتر ريليشنز. هذا اللينك تبعه اللي هو خاص بالفيديو عن البلانت ووتر ريليشنز، ظاهر عندكم يمكن إذا عملتوا كليك عليه بتشاهدوا هذا الفيديو. بتمنى أنكم كلكم تشاهدوه، اللي هو بيحكي عن أهمية الماء بالنسبة للنباتات. خليني أرجع وافتح موضوع أو السلايد تبعت المحاضرة اللي هي اليوم نكمل فيها عن أهمية زي ما قلت الماء بالنسبة للنباتات. طبعا لما بنتحدث عن أهمية الماء بالنسبة للنبات بنتحدث عن أنه الماء مكون رئيسي تقريبا، يعني لما بنتكلم عن النباتات بنتكلم عن الخس، بنتكلم عن البطيخ، بنلاحظ أنه نسبة الماء فيه تتجاوز 90%، وبالتالي هذا الحكي بيدل على أنه مكون مهم جدا في الحياة. من الوظائف الأخرى المهمة بالنسبة للماء اللي هي غالبا غير أنه major constituent بشكل من 80-95% fresh water the plants، إنه مهم جدا بالنسبة لكثير من المركبات needed for the proper conformation of all macromolecules، البروتينات the proteins the lipids كل المركبات الحيوية داخل النبات تعتمد على المي في الحفاظ على شكل مثل هذه المركبات. بالنسبة للمي هو مكون من مكونات تقريبا التفاعلات الكيماوية المهمة جدا في الحياة بشكل أو بآخر، وبالإضافة إلى ذلك فهو تقريباً مادة متفاعلة بتدخل في التفاعلات الكيماوية المختلفة وخصوصاً تفاعلات التحلل. كمان فهو مهم بشكل كبير من شأن الميكانيكس أوف تيشوز بشكل أو بآخر، اللي هو بنتحدث فيها عن استطالة الخلايا، بنتحدث فيها عن نمو الخلايا وانقسامها. الماء مهم جداً في مثل هاي العمليات. بنتحدث عن وظائف خاصة في التفاعلات مثل البناء الضوئي، اللي هو لما بنتحدث عن البناء الضوئي صحيح هو هدفه تصنيع الغذاء بالنسبة للنبات production of foods، لكن له أهداف أخرى اللي هو مصدر للأكسجين. هذا الماء اللي إحنا موجود حوالينا والنبات بيمتصه وبدخل في التفاعلات بينتج منه، هو المادة اللي بينتج منها الأكسجين. الأكسجين اللي إحنا بنتنفسه مصدره هو طبعاً صحيح من النباتات، لكن المادة الخام اللي بتنتج هذا الأكسجين هو تحلل الماء بشكل أو بآخر في النباتات. فهذا الكلام كله بخلينا نفكر بأهمية الماء بشكل أو بآخر، جزء مهم جدا. الماء ضرورية بشان التوازن الحراري thermal equilibrium around the plants. شو اللي بنقصده في thermal equilibrium؟ يعني النباتات كيف بدها تحافظ على درجة حرارة جسمها بدون ما يتغير بشكل كبير. في بتعرفوا انتم الكائنات خلينا نقول ذوات الدم الحار وذوات الدم البارد، متحدث هذا عن الحيوانات، لكن بالنسبه للنباتات ما عندها اليه مشان ترفع درجه حراره جسمها اذا انخفضت الحراره. فالطريقه اللي بيحافظ النبات فيها على درجه حرارته هي من خلال الماء اللي موجود. شو وظائف الماء اللي هي بتلعب دور؟ يعني خصائص المي الفيزيائيه وخصائص المي الكيماويه هي اللي بتخلي المي عنصر مهم جدا بالنسبه للحياه. رح نمر على بعض الخصائص الفيزيائية كمان شوي، لكن مثلا لما بنتكلم عن evaporative cooling اللي هو التبريد، كيف إنه النبات برد حرارته من خلال النتح أو من خلال التبخر. احنا بنعرف إذا بنتعرق الجسم، تعرق الجسم بيؤدي إلى إنه يفقد جزء من الحرارة، وبالتالي في هاي الحالة زي ما بيقول فقدان كميات كبيرة من الماء. يمكن النباتات بتفقد كميات كبيرة من النباتات من الماء اللي بتمتصه يوميا، وهاي الفقدان يعني خلينا نقول 95-99% من الماء اللي بيمتصه النبات غالبا يتم فقدانه إلى الأتموسفير إلى الجو. طبعا شو الهدف من فقدان هاي الكميات الكبيرة؟ الهدف جزء كبير منها يساهم في خفض درجة حرارة النبات. لو ما كان في نتح درجة حرارة النبات راح ترتفع بشكل كبير مع الشمس، وممكن تنخفض بالليل بشكل أو بآخر نتيجة انخفاض درجة الحرارة، وهذا راح يؤدي إلى يمكن موت النبات نتيجة هذا التباين الحراري. فمشان هيك المي من وظائفها الحفاظ على درجة حرارة الكائن النبات بدون ما يكون في خلينا نقول تأثر fluctuations الكبير بين الليل والنهار الناتج عن ظهور الشمس أو غيابها بشكل أو بآخر. طبعا بالنسبه للماء احنا بنهتم فيها من ناحيه دائما مرتبطه بنمو النباتات وانتاجيه المحاصيل. فمثلا عندكم بهاي السلايد منحنى بدل على العلاقه بين الووتر افيلابيليتي وبين الكورنيلد على سبيل المثال. ف
فبنلاحظ كل ما بيزداد توفر الماء بالنسبة للنبات كل ما بتزداد الإنتاجية، وهي حقيقة طبعاً. كمان نفس الشيء سواء كانت مية الري أو الأمطار، عندما تزيد الأمطار زي ما هو المنحنى السفلي كمان نفس الشيء بنلاحظ إنه البرودكتيفيتي برضو قاعدة بتزيد. إذا في علاقة مضطردة positive relationship between availability of water between precipitation and the yield of the plants، وهذا يجب أن نهتم فيه. هلا بما انه احنا ذكرنا في البدايه صحيح خلينا نقول 80-90% من النبات هو بكون مي، الا انه هذا الحكي مش لكل النباتات، وبتباين بين نبات واخر او جزء من النبات وجزء اخر. مثلا فعند على سبيل المثال الجزر اللي احنا ناكله، البطيخ والخيار والخس، المي فيه بتكون غالبا من 85-95% ماء ووتر. لكن إذا رحنا مثلا على سبيل المثال لساق الشجر الخشب، الجزء الخشبي من الشجر، ستجد أنه المية في نسبتها لا تتجاوز 35 أو تتباين بين 35-75. وبرضو إذا بنروح على البذور، البذور بطبيعتها خصوصا عند حصادها جافة قد يتهيأ لك أنه ما فيش فيها مي، لكن لو أخذنا عينة وجففناها وشفنا نسبة المي فيها ستجد أنه حبوب مثل حبوب الفاصوليا، حبوب القمح، حبوب الذرة الناشفة مش الخضرة طبعا بتكلم، نسبة الرطوبة فيها من 5-15%. وهاي البذور صحيح نسبة المي فيها قليلة إلا أنها حية، والدليل لما بنحطها إحنا في وسط مناسب بتنبت وبتنمو. يعني هاي البذور ليست ميتة، لكن سبحان الخالق اللي يعني خلينا نقول للحفاظ عليها لفترات طويلة. إحنا دائما للحفاظ على النباتات أو الأجزاء الفرش من النبات ما بتقدر تحفظها لفترة طويلة، بتحط البندورة مثلا حتى لو خزنتها بالثلاجة بعد فترة بتلاقيها تعفنت، لكن البذور يمكن تخزينها لفترات طويلة قد تمتد في بعض الحالات إلى مئات السنين وهي حية. خلينا نقول أهم شيء مش إنه بدي أحفظ بذرة بدي أحافظ على البذرة والجنين فيها حي. مشان هيك في مثل هاي النباتات تجد إنه البذور بتكون جافة نوعا ما لكن فيها رطوبة، وهاي الرطوبة القليلة اللي هي من 5-15% تكون كافية للحفاظ على حياة البذرة أو حيويتها حتى لما نيجي نزرعها مرة تانية تنبت بشكل أو بآخر. زي ما ذكرت في سابقا قلت إنه النبات يستمر أو يعني يقول مستمر في امتصاص الماء، وغالبا الماء اللي بيمتصه في معظمه يعني راح يكون معرض للتبخر، وهي العملية اللي احنا بنسميها transpiration. نرجع او نيجي بصورة سريعة معلومات انتم ماخذينها من ايام المدرسة ويمكن في البكالوريوس لما اخذتوا البيولوجي اللي هي خصائص الماء، ما راح اوقف عندها كثير. الكل بيعرف عن جزيء الماء اللي هو بتكون من ذرة اكسجين ترتبط هنسميها covalently تساهميا مع ذرتين من الهيدروجين، وهذا الارتباط الخاص بيخلي جزيء الماء يكون جزيء مستقطب. طبعا الاستقطاب فيه انه في محصلة قوة دائما بين هاي الالكترونات اللي هي منجذبة بين الاكسجين والهيدروجين وبين الاكسجين وذرة الهيدروجين الثانية، وبالتالي بنلاحظ انه دائما في شحنة سالبة او بسموها net negative charge موجودة على الاكسجين ونت positive charge موجودة على الهيدروجين. فجزيء الماء هو جزيء مستقطب عليه نوعا ما شحنات، وهذا بيخليه ينجذب إلى الأسطح الأخرى، وحتى جزيئات الماء تكون متناسقة أو متلاصقة مع بعض البعض. وهنا بيجي فكرة اللي هي دايبول، اللي هي بنتكلم عن روابط بتجمع ذرة الهيدروجين مع ذرة الأكسجين. بنتحدث عن الهيدروجين بوندينج، بنتحدث عن خصائص مثل الأدهيجين والكوهيجين كلكم سمعتوا فيها. طبعا الهيدروجين بوندز اللي هي جزيئات الماء تلتصق او تترابط مع بعضها البعض. هلا بين الاكسجين والهيدروجين هاي الرابطه تساهميه، لكن بين جزيئات الماء المختلفه في روابط اللي هي بين الهيدروجين للجزيء الماء هذا والاكسجين لجزيء الماء الاخر، هاي الرابطه بنسميها رابطه هيدروجينيه، وهي رابطه قويه بتحافظ على الماء بشكل ان يكون سائل في درجات الحراره العاليه مقارنه مع مركبات شبيهه في إن المي في المي مثل مثلا الأمونيا، وإلها تقريبا نفس الوزن الجزيئي قريب منه. يعني لو حسبنا الوزن الجزيئي للماء بنلاحظ إنه تقريبا 16+2=18، والأمونيا اللي هي 14+3=17. لكن الأمونيا في الحالات العادية في درجة حرارة الغرفة بتكون غازية بينما المي بتكون سائلة، والسبب فيها اللي هو وجود رابطة الهيدروجين بوند. طبعا خصائص تماسك جزيئات المادة مع بعضها البعض اللي هي المي بنسميها أدهيجن، وهاي بتسمح للماء إنها تتحرك في الأشجار والنباتات على ارتفاعات عالية. يعني
من فترة كنت بحاول أدور على أعلى النباتات في العالم، فبتحضر في فيديو بحكي عن ريكورد إنه في نباتات وصل ارتفاعها تقريبا يتجاوز 130 متر. طب هذا 130 متر ارتفاع يعني عمارة تقريبا يتجاوز 40 طابق. هذا الارتفاع بده قوة عالية حتى نستطيع أن نسحب المي من التربة، ويمكن التربة بده تكون المي فيها على أعماق، يعني الجذر بيمتد في التربة على أعماق يمكن تكون 4 أو 7 متر أو أكثر أحيانا، بده يسحب المي من هاي الأعماق إلى ارتفاع يتجاوز 130 متر. هذا بتطلب أنه جزيئات الماء تكون متماسكة مع بعضها البعض، وإلا بتتعرض للانقطاع، يعني زي اللي بيسحب سيارة بسيارة، وإذا كان الحبل خفيف وما بتحمل الشد رح ينقطع بشكل أو بآخر. دكتور تفضلي. دكتور إحنا برضو مش أخذنا إنه في آلية لسحب الماء من الجذور بتكون خاصية التلاصق والتماسك، يعني هي سبب إنه مش شوفي التماسك والتلاصق يساعد على عملية النقل، بس مش هو السبب في ارتفاع الماء لوحده. تماسك الجزيئات يعني أنا حبل لحاله متماسك مظبوط، بس هل الحبل لحاله بشد السيارة؟ ولا لازم أنت تربط السيارة بسيارة ثانية، أو يكون واحد قوي خلينا نقول يدفعها أو يسحبها؟ هلأ في آليات لارتفاع المي، بس أنا بقول عن الخصائص اللي بتخلي المي عنصر مهم، اللي هي تماسك جزيئات الماء مع بعضها بيخليها ترتفع إلى الأعلى الأشجار اللي هي 130 متر بدون ما ينقطع، كأنه بسحب سيارة بسيارة. أنا شبهته هالتشبيه البسيط، إذا كانت القوة الشد عالية جدا، يعني أنا ما راح أقعد أحكي في الوحدات، هلأ كمان شوي بنطلق لوحدات اللي هي كل 10 متر تقريبا ارتفاع يعادل 1 ضغط جوي. يعني لما نقول 130 متر عن سطح الأرض، أنا في عندي 13 ضغط جوي، يعني 13 ضغط جوي هذا العمود. يعني لو عندك أنت مية بدك ترفعيها بالبيت من أسفل العمارة لأعلى العمارة، عندك 5 طوابق نفترض أنت ساكنة، 4 طوابق وعلى السطح الخامس، فبدك ترفع المي بقوة حتى توصل المي للسطح. هاي القوة في مضخة تحت، النبات ما في عنده مضخة ترفع المي للأعلى، في سحب للمي، في تبخر الماء من الأوراق هو اللي بيسحب المي. هذا السحب بيخلي عمود المي يتعرض، زي كأني بسحب زي ما قلت لكم سيارة بسيارة، السيارة الأمامية تسحب السيارة الخلفية مش تدفعها. السحب هذا بيخلي الخيط اللي هو خيط المي في هاي الحالة يتعرض إلى الانقطاع إذا كان الشد قوي، وخصوصا في الارتفاعات العالية. وبالتالي الماء خاصية الادهيجن فورسز أو سوري في هاي الحالة الكوهيسيف فورسز بتوين الووتر وبتوين الووتر والخشب حتى في استاخر الساق، أكيد هاي بتساعد على إنه عمود الماء ما ينقطع بشكل أو بآخر. لكن زي ما قلت الأجسام والخاصية الماء كيف إنه عليها شحنات بخليها تتماسك مع بعضها البعض وتتلاصق مع الأسطح، مثلا المي في التربة بتمسك في التربة، فبتلاقي لما تسقي أنت التراب في المي وهنا بتختلف أنواع التربة عن بعضها البعض، فبتلاقي التربة الرملية مثلا عند إضافة الماء عليها ما بتحتفظ بكميات كثيرة من المي، بينما التربة الطينية بتحتفظ بكميات. والسبب أن التربة الطينية عليها شحنات والمي عليها شحنات، فهذه الشحنات تتجاذب مع بعضها البعض، وبالتالي التربة بتشتغل زي المغناطيس اللي بيمسك جزيئات الماء. نفس الشيء بالنسبة للخشب في داخل الشجرة، الأوعية الخشبية اللي موجودة في داخل الشجرة برضو في عليها شحنات، احنا ما بنقول عن الخشب غير مشحون، الشحنات اللي بتكون موجودة على مكونات الجدران الخلوية نفسها، هاي الشحنات بتنجذب إلها المي وبالتالي بتساهم. هلأ انجذاب جزيئات المادة لبعضها البعض اللي هي زي الهيدروجين بونز السبب فيها أو بنسميها الكوهيجن. أما تلاصق جزيئات الماء مع الأسطح سواء كان سطح تربة سطح هواء سطح نبات، في هاي الحالة بنسميها الأدهيسيف فورسز. طبعا من خصائص المي الاخرى المهمه اللي هي مثل الهاي سبيسيفيك هيت، وهاي بتنطبق مش بس على المي، تنطبق على كل المواد اللي هي بنتحدث فيها عن الحراره النوعيه. او الحراره النوعيه او الطاقه النوعيه بالنسبه للماء احنا بنتحدث فيها عن اللي هي قديش درجه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره الماء درجه مئويه واحده. المي حتى ترفع درجه حرارتها من 25 وتعملها 26 بدك طاقه عاليه، وهذا ما يسمى بالهاي سبيسيفيك هيت. وبنفس الوقت اذا بدك تنزل حرارتها درجه مئويه واحده بدنا طاقه عاليه، وهذا اللي بخلي المي تكون لها وظيفه مهمه جدا اللي هي اللي هي ثيرمال ريجوليشن، تنظيم حراره النبات، اللي هي ما تسمح لحراره النبات ترتفع كثير او تنخفض كثير نتيجه تغير حراره الوسط اللي حواليها. بمعنى انه اذا الحراره ارتفعت حوالين النبات، النبات ما رح، يعني لو نقول الحرارة ارتفعت بمقدار 5 درجات حرارة النبات ما رح ترتفع بنفس هذا المقدار 5 درجات، والسبب
انه المي تعمل زي نوع من انواع الكنترول او البفر، خلينا نسميها بفرنج ذا تمبرتشرز، ما بتسمح للتغير الكبير لحراره النبات فبتحافظ عليها بشكل او باخر. كمان نقطه اخرى مهمه بخصائص الماء اللي هي الفيزيائيه اللي بسموها الهاي ليتنت هيت فابورايزيشن، اللي هي الطاقه الكامنه في التبخر. وهنا كل واحد جرام من الماء بتبخر، هذا الواحد جرام من الماء اللي بتبخر طبعا بده يمتص من النبات حراره او ياخذ من النبات طاقه، وهي هي اللي بتساهم في ما يسمى ايفابوريتيف كولينج. هذا اللي ذكرته في البدايه واللي كنت بتمنى تشوفوه في الفيديو لكن ما شفتوه، هي اللي بنتكلم عنه بالخصائص العام. اذا بتشوفوا في هاي الصوره اللي بالاسفل السلايد اللي هي كيف جزيئات الماء مرتبطه مع بعضها البعض، اللي منقطه هاي النقط، هاي هي الهيدروجين بونز. هاي الهيدروجين بونز بتخلي جزيئات الماء زي ما قلت مع بعضها على شكل سائل في درجات الحراره العاديه، بينما مركبات كثيره تشبه الماء في وزن الجزيئي وطبيعة الروابط، حتى زي ما قلت الأمونيا اللي هي NH3 لكنها بتكون بالحالة الغازية، والسبب إنه ما في هيدروجين بوند بتجمع ذرات الأمونيا مع بعضها البعض، والروابط بتكون روابط إذا تذكروا بالكيمياء بيسموها فاندر فال فورسز، واللي هي بتربط بين الغازات، وبالتالي هاي الرابطة ضعيفة فما بيكون جزيئات المادة على شكل سائل بس بتكون على شكل غاز بشكل أو بآخر. هذا الصورة أوضح وأكبر عن النت negative charges. طبعا البعض قد يسأل أيام البيولوجي شو السبب في الشحنة السالبة. السبب في الشحنة السالبة أو الشحنة الموجبة اللي موجودة على الهيدروجين إنه بالغالب الأكسجين والهيدروجين، زي ما قلت الأكسجين إذا بتروحوا لمداره الأخير في زوجين من الإلكترونات وفي نقطتين اللي هي الأسود، هذا إلكترون إلكترون، يعني في مداره الأخير تقريبا في 6 إلكترونات. الست إلكترونات للأكسجين لا بتخليهوش يميل إلى الاستقرار، فبده كمان إلكترونين. بتعرفوا أن الذرات تميل إلى أن يكون في مدارها الأخير مستقر، يعني full number of electrons اللي هو 8، فالثمانية مش متاح بالنسبة للأكسجين، بده كمان إلكترونين حتى يستقر. هذول الإلكترونين يا إما بيأخذهم من ذرة أخرى أو أنه بيتشارك، وهنا طبعا الأكسجين يتشارك مع الهيدروجين. الهيدروجين في مداره الأخير في إلكترون واحد أصلا فيش غيره، ولا يستطيع فقدان هذا الإلكترون حتى يستقر، بده كمان إلكترون، لأنه الهيدروجين زي ما بتتذكروا بالكيمياء في مدار واحد فقط في إلكترون واحد اللي هو أصغر ذرة تقريبا بسموه البروتون. فهاي الإلكترون بتشارك مع الأكسجين في الإلكترون، فبصير هو حوالي 2 وهو الأكسجين حوالي 2، بس بما أنه حجم زي ما انتم شايفين الأكسجين أكبر من الهيدروجين بيكون انجذاب الإلكترونات أقرب إلى الأكسجين، وبالتالي الإلكترون شحنته سالبة، فهذا بيعطي الأكسجين شحنة سالبة جزئية، لأنه في أقرب إلكترونين، هذول الإلكترون المشاركين أو اللي هم متساهمين أو متشاركين بينه وبين الهيدروجين بيكونوا بدوره أقرب للأكسجين، فهذا اللي بيعطيه الشحنة السالبة، والهيدروجين تبتعد الإلكترونات نوعا ما عنه، وبالتالي بصير شحنة البروتون السائدة. أنتوا بتعرفوا إنه البروتون داخل الذرة شحنته موجبة والإلكترون شحنته سالبة، والسالب مع الموجب بتعادله. إذا ابتعد شوي الإلكترون السالب فهذا بيعطي الذرة نوعا ما شحنة جزئية بسموها موجبة، وهي الجزئية الموجبة اللي بخليها تنجذب، بخلي الماء ينجذب إلى الأسطح اللي هي شحنتها السالبة مثل التربة، وكمان نفس الوقت بخلي المي تتحد مع الأجسام اللي بتكون شحنتها موجبة من جهة الأكسجين، فالأكسجين أو الهيدروجين بخلوا المي تنجذب للأجسام الأخرى المشحونة سواء شحنتها سالبة أو شحنتها موجبة، وهذا هو الأتراكشن والناتج عن البوزيتيف تشارجز. ومن اهمه زي ما قلت انه كيف جزيئات الماء مرتبطه مع بعضها البعض بروابط هيدروجينيه تسمح للماء يتحرك في انابيب طويله بدون ما يتعرض للانقطاع بشكل او باخر. كمان في خواص كيماويه للماء مهمه جدا بالاضافه للخواص الفيزيائيه، وهذا الخواص بلخصها هذا الجدول. مثلا نتطلع على المولكيولر ماس اللي هو الوزن الجزيئي للمركبات، بتلاحظ مثلا في عندك الهيدروجين سلفايد الامونيا اللي هي قلت الوزن الجزيئي لها 17 مثلا، الميثان اللي هو الوزن CH4 اللي الوزن الجزيئي 16، والمي اللي هي الوزن الجزيئي 18 لإلها، طلع المي 18 اللي هي قريبة من ال 17 وال 16، ما راح أقارنها بال 46 ولا بال 30 ولا إلى آخره. بنلاحظ إنه مثلا specific heat، لاحظ للمي تقريبا specific heat عالية. بنلاحظ كمان الميلتينج بوينت اللي هي درجة الانصهار، المي على الصفر بتتحول من الصلب للسائل أو من السائل باتجاه الصلب، لكن هاي المركبات كلها تطلعوا ماينس 86. طبعا على ماينس 86 لو بدنا نستبدل أو ماينس 77
بدنا نستبدل الأمونيا بالموتر. طبعا الأمونيا بتكون ماينس 77 وبالتالي ما في حياة، ما فيش ليفينج أورجانيزمز بتعيش على ناقص 77. نفس الشيء بالنسبة للهيت اوف فيوجن البويلينج بوينت الغليان والهيت اوف فابورايزيشن. لاحظ قديش المي تبخر 1 جرام من المي بيعطي أو بياخذ من النبات آسف طاقة بمقدار 2452 جول، يعني تقريبا 2.4 كيلو جول لكل 1 جرام من الماء بتبخر بيمتص من النبات، وهذا بيعمل كولينج إفكت مقارنة مع بقية المركبات. من خصائص المي المهمة للحياة إنه بيشتغل سولفنت. هلأ السولفنت بروبرتيز للماء بتخلي جزيئات الماء تذيب في داخلها مركبات كثيرة مهمة جدا للحياة. وهنا بنتحدث عن الأسمدة اللي إحنا بنضيفها للنباتات، هنا بنتحدث عن العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة. هاي العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة راح نشوف كمان شوي لما نحكي في next chapters عن كاتايونز وأنايونز. يعني إحنا لما بنضيف مثلا عنصر زي النيتروجين بيكون موجود على شكل NH3 اللي هو أمونيا، أو على شكل NO3- واللي هي على شكل نترات. فالنترات عبارة عن كاتاي أنايون بسموها، شحنة سالبة، والأمونيوم شحنة موجبة. هاي الشحنة الموجبة والشحنة السالبة لما بنحطهم في المي ستجد إنه النترات مثلاً والأمونيوم بذوبوا في المي. جزيئات الملح اللي إحنا بنتحدث عنه، ملح الطعام لما بنحرك، السكر، كثير من المركبات اللي مهمة للحياة بتذوب في النبات. طبعاً نتيجة اللي هي اللي كنا نحكي عن البارشل بوزيتيف والبارشل نيجاتيف. خذوا على سبيل المثال الصورة اللي في السلايد، كيف جزيء أو ذرة الصوديوم وذرة الكلور اللي هي بتجمعهم رابطة، الملح بنسميها رابطة أيونية، يعني ذرة الصوديوم مع ذرة الكلور بتكون متحدة مرتبطة برابطة أيونية اللي هي بتعطينا الملح. لكن لما بنحط هذا الملح اللي هو NaCl في الماء ستجد أن الأكسجين الرابطة عليه زي ما قلنا الشحنة عليه سالبة، بتبلش تنجذب حوالين الصوديوم. لاحظوا كيف الماء بتشكل حوالين ذرات الصوديوم زي دويرة، أو اللي هي بسموها هيدريشن شيل. هيدريشن شيل بتخلي الشحنات السالبة تعادل الشحنة الموجبة اللي موجودة في الصوديوم، فبالتالي ما بيعود الصوديوم اللي شحنته موجبة ينجذب إلى الكلور اللي شحنته سالبة، لأنه عادلنا شحنته بجزيئات الماء، نعمل نيوتراليزيشن للشارجز أوف ذا صوديوم. نفس الشيء بالنسبة للكلور، بنلاحظ إن اللي شحنتها موجبة تنجذب إلى جزيئات الكلور اللي شحنتها سالبة وبتعمل لها نيوتراليزيشن، وبالتالي الCl والصوديوم في الماء ما بيعودوا مرتبطين مع بعض، بينفصلوا عن بعض نتيجة معادلة شحنتهم. وهاي هي اللي بنسميها solvent properties بالنسبة للماء، اللي هي مهمة جدا زي ما قلت في إذابة العناصر الغذائية، مهمة جدا في إذابة المبيدات اللي احنا بنرشها على النباتات مشان النبات يمتصها بشكل أو بآخر، واللي يجب أن تكون ذائبة في الماء. بنلاحظ تفضل السلايدات هاي مش موجودة عندنا على الإيليرنينج، الهاي واللي قبلها واللي قبلها مش موجودة. إذا مش موجودة أنا بحط لكم إياهم نفسهم، وبرضو راح يكون التسجيل ما هو موجود إذا أضفته لإلكم. أنا بعتذر إذا مش موجود، يمكن تكون هاي من السلايدات اللي أضفتها، فبضيف لكم إياها، بنزلها بدالها إن شاء الله. السيرفيس تنشن اللي هو بنلاحظ، يعني أنت لما بتحط قطرة مي على سطح ورقة أو بتحط قطرة مي على أي سطح بدك إياه، هاي القطرة راح تتصرف بطرق مختلفة. اللي حكته زميلتكم بالبداية عن الكوهيجين والأدهيجين، المي راح تلتصق بالسطح، وبنفس الوقت جزيئات الماء متماسكة مع بعضها البعض، وهذا بيخلي المي تأخذ شكل شبه كروي أو كروي حسب علاقتها مع السطح. إذا كان السطح مثلا دهنا سطح الطاولة بزيت أو مادة بنسميها هيدروفوبيك، مادة غير محبة للماء، مادة عازلة، ستجد إنه الماء ما بيلتصق في السطح. يعني لما بتكون لابس بعض الجاكيتات الخاصة للشتوية، بعضهم بيكونوا مصنعين من مواد هيدروفوبيك، فلما بتشتت الدنيا جاكيتك لا يمكن ينبل، لأنه قطرة المطر بس تسقط وتتدحرج على السريع وما بتشربها الجاكيت. تقريبا ما في خلينا نقول تلاصق مع سطح الجاكيت، فلما في الوضع الطبيعي طبعا بيكون في تلاصق مع الأسطح، وفي جزيئات الماء متماسكة مع بعضها البعض، وهذا بيخلي الماء زي ما بيقولوا السيرفيس تنشن ضروري بالنسبة للماء وخواصه، كيف بيلتصق بأسطح الطاولة، كيف بيلتصق بأسطح الخشب في داخل النبات، كيف بيلتصق في سطح الورقة. لاحظ سطح الورقة المية بتسقط عليه بما أنه عبارة عن خلينا نقول سطح شمعي بتكون مادة بسموها الكوتيكل، راح تلاحظ قطرات الماء تتدحرج، وبنضطر نحط أحيانا مادة ناشرة، مادة لاصقة
في المبيدات مشان تمسك المبيد في سطح الورقة، مش صمغ. يعني ما حدا يتوقع أن المادة الناشرة، المادة الناشرة اللي هي بتخفف من التوتر السطحي، وبالتالي بتخلي المي تلتصق، المي مع المبيد اللي موجود فيها والمي مع السماد اللي موجود فيه، يمسك على سطح الورقة أطول فترة ممكنة عبين ما يتم امتصاصه. هذا بما يتعلق بالسيرفيس تنشن. هلا في خصائص أخرى مهمة للمي بتأثر عليها، اللي هي مثل الجرافيتي والبريشر واللي هي الووتر درايفينج فورسز خلينا نسميهم بالنسبة للمي، واللي بتأثر عليها القوة اللي بتأثر على المي وبتخليها تتحرك بشكل أو بآخر. خلينا نقول في أماكن مختلفة، كيف حركة المي في التربة، كيف حركة المي داخل الخلية أو من التربة للجدر، كيف حركة الماء من الجدر باتجاه الساق، من الساق باتجاه الهواء. حتى هذا الموضوع المهم جدا اللي احنا بشكل أو بآخر رح نتطرق إله. ففي مفاهيم مثل الجرافيتي، البريشر، الأوزموسيز أو الكومبينيشنز اللي ممكن احنا نحكي فيها يعني بشكل أو بآخر. يمكن أبسط معلومة موجودة في أسفل السلايد اللي بتتحدث عن الأوزموميتر، كيف لو جبنا محلولين فصلناهم عن بعضهم البعض بحاجز اللي هو سيمي بيرميبل ممبرين، وتركنا المحلول المركز على جانب والمحلول المخفف على جانب، راح نلاحظ بعد فترة كيف إنه المي بتتحرك من المحلول المخفف باتجاه المحلول المركز، وهاي الحركة بتخلي المي ترتفع في الأنبوب بالطرف الثاني. المي ما حطينا مضخة، ما أضفنا، المي تحركت من جانب إلى الجانب الآخر نتيجة فرق التركيز، وهذا ما يطلق عليه أحيانا بالأزموسز. الأزموسز أو الخاصية الأسموزية اللي هي بتسمح للمي بالانتشار من التركيز الأعلى، من المنطقة اللي فيها المي تركيزها أعلى أو تركيز الأملاح أقل إلى المنطقة اللي فيها تركيز الأملاح أعلى. هلا لما بتحدث عن بريشر وكأنه شبيه بهاي الإبرة، كيف بنعبيها بالمي وبعدين بنضغطها، فالمي بتتحرك نتيجة الضغط أو بتنسحب بواسطة الضغط، وهاي الحركة برضو موجودة بشكل أو بآخر بشكل عام. هلا كمفهوم بالنسبة للمي والطاقة وحركة الماء، في مفهوم جد مهم جدا بالنسبة لحركة الماء أو علاقة المي حتى كخصائصها، يمكن يكون موجود بتفاصيل كثيرة في مراجع مختلفة، لكن بالنسبة لي أنا راح أحاول أختصر الحكي عنه، اللي هو مفهوم البلانت أو الووتر بوتنشال. سوري، هلأ كمفهوم الووتر بوتنشال، إحنا بنتحدث عن المي دائما وبنقول المي تركيز عالي أو المي تركيز منخفض، لكننا نتحدث عن المي ونقول طاقة عالية وطاقة منخفضة. شو قصدنا بالطاقة العالية والطاقة المنخفضة؟ أو شو قصدنا بهذا المفهوم اللي راح تسمعوه كتير عن الووتر بوتنشال، واللي هو يرمز إله بهذا الرمز اللاتيني اللي هو يسمى بساي. بشكل عام تعريف البلانت أو سوري بدنا نقول بلانت ووتر بوتنشال، اللي هو غالبا عبارة عن يمثل طاقة الماء، طاقة الماء أو القدرة على الحركة. الماء بتتحرك زي ما قلنا من المناطق اللي فيها طاقة عالية للمناطق اللي فيها طاقة منخفضة. زي ما قلنا الماء الجذر بيمتص الماء، مش المفروض الماء تتحرك من الجذر باتجاه التربة، المفروض الماء تتحرك من التربة باتجاه الجذر. نفس الشيء هذا الماء اللي بتحرك، بتحرك من الجذر باتجاه الساق باتجاه الأوراق. شو القوة اللي بتتحكم فيه؟ رح نلاحظ انه عند الحديث عن القوة انه في مكونات لطاقة الماء. طاقة الماء بتتأثر بمكونات مختلفة، منها رح نشوف انه الضغط، منها رح نشوف انه بنسميه الأزموتيك بوتنشال، منها بالجاذبية. يعني المية مثلا ما بتنتقل من الأسفل إلى الأعلى، المية بتتحرك دائما من الأعلى للأسفل. شو اللي بيخليها تتحرك من الأعلى للأسفل؟ الجاذبية. لما بتحط تانك على سطح البيت بتفتح التانك، المية بتنزل إلى الأسفل، لكن لو حطيت التانك بأسفل العمارة وفتحته ما رح تطلع المية إلى الأعلى، فهذه الجاذبية. طبعا الأشجار العالية لما بتتحدث كيف المية بترتفع في الشجرة من عمق من صفر اللي هي سطح الأرض إلى ارتفاع 130 متر، هذا الحكي عكس الجاذبية، فبالتالي تأثير الجاذبية راح يكون سلبي على حركة الماء، لأنها راح تسحب المي إلى الأسفل بدل ما تدفع المي إلى الأعلى. بالمقابل كمان في نقاط أخرى بنفكر فيها، اللي هي مثلا لما نتحدث عن الأزموتيك، الأزموتيك غالبا مرتبطة بالسليوت. شو يعني السليوت؟ اللي هي تركيز الأملاح، المي اللي بأملاح والمي بدون أملاح. يمكن إذا في حدا فيكم بتذكر مبادئ الإنتاج النباتي، لما كنا نحكي عن المي، إذا جبنا محلول ملح، مي فيه ملح ومي فيهاش ملح، وحطينا فيهم نباتين، راح نلاحظ أن النبات اللي موضوع في المي اللي فيها ملح ذا بلانت. طب مع أنه فيه مي يعني، بس الفرق بين المي اللي على اليمين والمي اللي على الشمال أنه المي هاي فيها أملاح ذائبة وهذيك ما فيهاش أملاح. طب ليش الماء اللي آسف، ليش النبات اللي مزروع في بيكر أو موجود في بيكر في أملاح ذبل؟
ذبول طبعا هذا يدل على انه ما عنده قدره على امتصاص. طبعا تعرفوا انه الماء بيفقد من الاوراق، الاوراق بتتبخر منها الماء، وبنفس الوقت بتصير تمتص الماء من البيكر من الوعاء. اذا كان هذا الماء اللي موجود في الوعاء لا يستطيع النبات امتصاصه، راح يبلش النبات يذبل. فهذا يدل على انه وجود الاملاح في الماء بيخفف او بيقلل من اللي هي توفرها وبيخليها غير متاحه، وبالتالي بيكون بيأثر سلبي. فإذا الجاذبية والأزموتيك بيأثر بشكل سلبي على حركة الماء من التربة باتجاه النبات إلى الأعلى. فالأزموتيك تأثيرها سلبي، بمعنى أنه لما بتكون الماء مالحة أو التربة مالحة، الجذر ما راح يستطيع يمتص الماء، بده طاقة أعلى حتى يستطيع يمتص هذا الماء. طبعا بالضغط البريشر، الضغط أمامنا نوعين من الضغط. طبعا الضغط في الأجسام المغلقة أو في الأماكن المغلقة، والضغط في الأماكن المفتوحة. لما بنتحدث عن الأوبن سيستم مثل بيكر، مثل مكان عام مفتوح يعني المكان، الضغط بيكون يساوي الضغط الجوي في هاي الحالة. وإذا كنا على سطح البحر الضغط بيكون تقريبا قيمته صفر. إذا ارتفعنا عن سطح البحر زي الجبيهة مثلا على ارتفاع 100 متر تحت سطح فوق سطح البحر، آسف 1000 متر فوق سطح البحر، الضغط بيكون تأثيره سلبي لأنه أقل من 1 أتموسفير. وإذا كنا في منطقة زي منطقة وادي الأردن في الغور تحت سطح البحر بمقدار 100 متر أو 400 متر، إذا بنحكي عن بحر ميت، في هاي الحالة بيكون الضغط موجب. فالضغط ممكن يكون موجب إذا هذا في الأوبن سيستم، إذا كنا فوق تحت سطح البحر، وسالب إذا كنا فوق سطح البحر، وصفر إذا كنا على سطح البحر. بالنسبة للأجسام المغلقة، كيف يعني أجسام المغلقة؟ زي داخل جسمك أنت بتحط جهاز الضغط على إيدك بتقيس ضغط، هذا يدل على أنه الضغط الدم. طبعا داخل النبات داخل الخلية برضو في ضغط، لأنه الخلية غالبا بتكون ممتلئة بالسوائل ممتلئة بالماء وإلها ضغط، وبالتالي ضغط داخل الخلية يا إما بيكون بوزيتيف يا إما بيكون زيرو. وراح نشوف في أماكن خاصة من النبات أحيانا بيكون فيها ضغط سالب، خصوصا في الخشب في الساق، الضغط في أوعية الخشب في الساق بيكون سالب، لكن داخل الخلايا في خلايا الورقة يا بيكون موجب يا بيكون صفر. فإذا لاحظوا هاي المكونات اللي كلها مع بعضها البعض تشتغل وبتحدد لما يسمى في الجهد المائي. فالجهد المائي هو عبارة عن العلاقة بين بساي جي اللي هي للجرافيتي، زائد بساي اس اللي هي للسوليوت أو الأوسموتيك، زائد بساي بي اللي هي تمثل ما يسمى بالبريشر. فمحصلتهم كلهم مع بعض يسمى الجهد المائي. هلا الجرافيتيشنال زي ما قلنا بتعتمد على الموقع، لكن في النباتات، في النباتات لما نتحدث عن الأشجار تأثير الجاذبية بيكون سلبي، لأنه الماء بدأ ترتفع في الشجرة إلى الأعلى عكس الجاذبية، فتأثيرها بيكون سلبي. لكن لو تكلمنا مثلا عندي في المزرعة ومي في أعلى العمارة، الحركة من أعلى الأسفل بتكون تأثير الجاذبية بوزيتيف، عشان هيك المية يعني إذا لحالها بس تحطها في منطقة مرتفعة. إذا عندك مزرعة لاحظوا شو بيساوي صاحب المزرعة، حتى يوفر في المضخة وما يستعمل مضخات، بحط التنكات في منطقة مرتفعة وبعدين بحط البرابيش، فالمية تتدفق بواسطة الجاذبية. أما إذا حطها في منطقة منخفضة يضطر يستعمل مضخة حتى يضخ المي إلى المناطق المرتفعة. في هاي الحالة السليوت زي ما قلت تأثيرها بالغالب سالب، لأنها تمسك، وهنا بيجي دور المي المالحة أو التربة المالحة، فالأملاح الذائبة في المي بتأثر بشكل كبير على قدرتها في الامتصاص الماء بشكل أو بآخر. وبيجي بالآخر اللي هي البريشر ذكرتها، اللي بتعتمد على بيسموه الهيدروستاتيك بريشر، وهنا بيعتمد إذا كنت في open system أو في close سيستم بشكل أو بآخر. الجاذبية في النباتات القصيرة يعني واحد زارع نبتة زينة في جوار ما إلها تأثير، لكن في الأشجار العالية كل 10 متر تقريبا، راح نشوف كمان شوي، إلها وحدة بتأثر بشكل أو بآخر تقريبا كل 10 متر بمقدار 1 أتموسفير، 1 ضغط جو، اللي هي من ناحية الوحدات. بشكل عام إذا استثنينا الجرافيتي، فالووتر بوتنشيال بيكون عبارة عن حاصل جمع السليوت مع البريشر. تذكروا هاي المعاملة، يعني إذا ما حكينا لكم عن الجاذبية، إحنا الجهد المائي بيكون فقط يساوي السليوت أو الأزموتيك بوتنشيال زائد البريشر بوتنشيال بشكل أو بآخر. وهنا ملخص الكلام اللي ذكرته، إنه the sum of the three major components الجرافيتيشنال والأزموتيك والبريشر بعطينا الجهد الماء. وزي ما انتم شايفين البريشر قد يكون نيجاتيف او بوزيتيف. من الامثله على النيجاتيف، طبعا نحكي عن داخل النبات، احنا في النيجاتيف. في الاوبن سيستم بيكون زيرو، او تحت سطح البحر او فوق سطح البحر. لكن في الكلوز سيستم انسايد بلانت نيجاتيف بيكون في الزايلم اللي هو الخشب، لانه المي هناك بتنسحب سحب ما بتندفع دفع.
والبوزيتيف طبعا بيكون in all living organisms. بالنسبة للسليوت نيجاتيف في السلاين سويلز، سلايتلي نيجاتيف in the xylem لأنه المية في الداخل النبات ما بتكونش مالحة بشكل كبير، وزيرو in pure water. إذا كان الماء نقي الأملاح ما بيكونش فيه أملاح، السليوت بوتنشال بتكون قيمتها الصفر يعني أعلى قيمة. بالنسبة للجرافيتي زي ما قلت depend on the position. بالنسبة للنبات تأثيره بيكون نيجاتيف أو تأثيره سلبي، وهاي هي بالنسبة للوحدات تبعته اليونتس. بالنسبة للووتر بوتنشال أنا بعتذر منكم، راح أحاول أنهي هون هلا وراح نكمل في الموضوع المرة القادمة بإذن الله، اللي هي يتم التعبير عنها على شكل وحدات اللي هي pressure وميجا باسكال. طبعا معلومة سريعة، كل واحد ميجا باسكال تعادل 10 بار، كل 10 بار تقريبا تعادل 10 أتموسفير. هلا العشرة أتموسفير اللي هو بنحكي إحنا عن ضغط جوي، الضغط الجوي كيف بنقيسه؟ إحنا زمان كنا نستعمل الزئبق، نقول كل واحد كل ضغط جوي يعادل 76 تقريبا سنتيمتر زئبق، وبالتالي كل 10 ضغط جوي يعادل تقريبا 7500 مليمتر زئبق أو يعادل 750 سنتيمتر زئبق، لأنه 10 نضرب بعشر، أو يعادل كل واحد ضغط جوي يعادل 76 سنتي أو 75 حسب ما هو في المرجع. فهي هي مكونات. هلأ البيور ووتر لاحظوا الستاندرد على الضغط جوي واحد إلها أعلى قيمة، يعني أعلى قيمة إحنا بنبحث عنها بالنسبة للووتر بوتنشيال هي الزيرو، وبالغالب اللي راح نحصل عليه راح تكون القيم بالسالب يعني ماينس وليس لن تكون بوزيتيف إنسايد بلانت. أعلى قيمة للجهد المائي في النبات أو في التربة هي قيمة الصفر. راح أوقف هون إذا في عندكم أي استفسار. دكتور جمال تفضل، لأنه المحاضرة وقتها تقريبا انتهى ونعرف محاضرات ثانية. الله يعافيك يا رب. دكتور أنت حكيت بالنسبة للصور اللي على كويز ما راح أسبق عليه، فأنا يعني أنا هلا أنا عند كلامي، أنا حطيت العلامات لأني صلحت الكويز كثير دكتور، عملت ريفرنت للكويز يعني والله ما فتحوا معي. اسمع هنا شوف أنا مصدقكم هلا، مش راح أقول إنه هذا الحكي، وأنا عملت حتى يعني بديش أقول كويز لليوم عشان الكل يدخل. هلا في مشاكل كانت